الوطني أصدرت توضيح تأكد فيه بعض المعلومات فيما يخص العلاقة بعملية الحرقة. معنا سيد العميد ناطق قسم باسم الإدارة العامة للحرس الوطني سيد العميد حسام دين من جبيبلي. صباح الخير سيد العميد. بخير سيدة مريم وبكيفة المتابعين والمستمعين. باش نقرا فقط جملة مهمة جات في التوضيح نتاعكم اللي جاء البارح، تقولوا انه الإدارة العامة للحرس الوطني ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر، وبينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والإنقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين. سيد العميد زيد وضح لنا أكثر، يعني شنو علاش التوضيح هذا يا جاي؟ تفاجأتوا أنتم بما جاء عن هذه المنظمة؟ بالنسبة اللي يعطيها صحة المنتدى بصراحة يعالج الظاهرة في المنابر الإعلامية، وهو المنتدى التونسي ولا هذا أي ومضابين يكمل المزية متاعه ويهز الأدلة والمؤيدات للقضاء والجهات المعنية الإدارية اللي هي حتى بالنسبة لنا نحن أو بالنسبة لوزارة الداخلية أو الأمن الوطني. خلي كل واحد يتحاسب، ما عدا ذلك راهي تقعد ديما مغالطات. أقول لك أنا إحنا الحرس البحري في عام مش في عام، أنا إلى يومنا هذا تمكن من نجد وإنقاذ 33,800 مجتمع وعمرها ما صارت لنا الحوادث. تعرف استاذ مريم نحن عندنا التروافولي باش نحكيو عليهم اللي هو ثم جانب تشريعي اول حاجه، وثم جانب عملياتي، وثم جانب انساني عند حرس السواحل والاداره العامه لحرس الحدود. الجانب التشريعي اللي احنا قاعدين نتعاملوا في عرض البحر مع جريمه واجتياز الحدود، هي جريمه جرمها القانون، وكان ما يتوقفش راه الحرس البحري يتحاسب عادليا وكذلك اداريا، وعدنا فيها معناها العديد من الاثباتات. دونك اخدم اللي انت كان تحب على تجريم جريمه الاجتياز، وهكذا نوليو ندخلوا كان في انقاذ العباد اللي باش تغرق. دونك لهنا احنا مطالبين باش ندخلوا سواء كان باش نمثلوا باش نحميوا سياده الدوله وسياده الدوله التونسيه برا وبحرا وجو. الجانب الثاني هو الجانب العملياتي اللي راهي وزاره الداخليه ما تتدخلش حتى جهد باش تتفضل الظاهره ذي، وكان زاد كيف على اعلى مستوى حضرها وقتها وزير الداخليه مع رئيس الجمهوريه في اكثر من مره. والإدارة العامة للحرس الوطني حتى جميع الإمكانيات سواء كانت اللوجستية وإلى مواردها البشرية باش تجسد كما قلت سيادة الدولة وباش تحمي الحدود نتاعنا. دونك باش نحمي كل شبر في أرضك يا وطني. دونك هنا رانا مانيش مسلمين، رانا هنا قاعدين نخدموا على رواحنا، أوني بيي فرصة، نوتون بيرسيب بيي فرصة. قاعدين نعرضوا في عوانا الخطر، هذا حاجة أخرى، اللي هما قاعدين يدخلوا في تجاذبات مع المجتازين ووصل حتى عاون وصل نجس في الفلوكة باش يسكت الموتور، وعدنا عاون مرة دزوها أفارقة جابوه في الماء. دونك الاعتداءات اللي لاحظناها هذيا كما كيف قبل كانت بالمولوتوف وكانت بالمواد الطلبه وكانت في اكثر من واحد، معناها وكان اكثر واحد معناها يقلق هو في عمليه الاجتياز، صراحه هو الرئيس اللي باعتباره اللي هو داخل في عمليه التنظيم او تلقاه وسيط وقابض فلوس. بالنسبه للمناورات اللي يحكيوا عليها اللي هي قاعده تصير، راهي تصير بزوارق سريعه ماهي تصير بخفرات كبيره، بخفرات كبيره راهي تقعد تتبع من بعيد، وهنا بطبيعته يلزم يوقف كما في كياس ما يقفش يحط الحواجز المسماريه، خديك راهو يتدخل. احنا خديك عندنا مفاوضات، عندنا يتكلم، عندنا قلت يوصلوا اللي يضرب له الموتور باش يسكته له. احنا كنشوفوا تجارب المقارنه في بلدان اخرى، مش حتى مسؤولين نتاعنا وحتى بعض المرتبات في الخارج، تلقاو المطارده في الصيد الممنوع. نحكي لك احنا خفر السواحل الاجنبي يضرب عليه بالكرتوش، هذه مش قالوا هذه تعمل في المناوره باش يغرق. دونك على خاطر هو بطبيعته باش يغرق، كان شركه في توكا مصنوعه بالحديد وبالزنك وصل قبل في البلاطو نتاعك الموقر وعديناهم، معناها راهو هذا ما يخلطش، راهو 12 مير باش تلقاه يبقبق وغرق وما يخلطش عليه حتى الحرس السواحل باش ينقذوا. دونك لهنا على الاقل ننبه حتى العباد، انت كان انت يركبت لك في مخك باش تمشي تحرق، مو على الاقل تشوف فلوكه فيها معموله بالحديد ما تركبش فيها، راك فهمتني ولا باش تكراس. هو يعلم به ربي، تو نحكيو على الجانب الانساني، هو يعلم به ربي الحراق والمجتاز، معناها اللي بيع ذهب امه واللي يتصرف واللي بيع موتور واللي عنده طرف رزق بيعه وزيد تحايلوا عليه وزيد ركبوه في فلوكه حديد وزيد طلعوه قداش ما مره، عندنا 3 سنين التالي طلعوه من جرجيس هبطوا في قرق قالوا راك في ايطاليا. نقول لك حاجه، ثم شكون اللي كيخلطوا عليه الرايس نتاع الفلوكه كيخلطوا عليه فكوه منه فكين، حرس البحري زعما قتلوه في ماشي بيلو في روحه لقى روحه في ايطاليا لقى روحه يحكي مع جاره من غادي بالعربي. دونك هنا راهو ثم تحيل كبير برشا قاعد يصير، ثم متاجره بالاحلام هذيا. دونك ثم عباد تنجم تموت
حتى معناها بصراحة قلنا قبل زاد أعطينا إحصائيات اللي كانوا رانا نتعاملوا مع جريمة رو تم مفتش عنهم سواء كانوا معناها في قضايا حق عام أو متطرفين وفرين من العدالة. ونحكي لك أنا ريت البارح وقلت البارح معناها الليلة الفاصلة بين 19 و20 وبين 20 و21 ديسمبر 2022 عندنا 1192 مشتري، 215 تونسي، 977 أجنبي. هذا البارح وقلت البارح، هذو ما في نهارين برك 1192 هذو ما في نهارين 49 عملية اجتياز تم إحباطها بما فيهم 4 مطرفين و17 مفتش عنهم في قضايا حق عام وتم منظم ووسيط. حاجة أخرى على الجانب الإنساني رئيس سيدة مريم رسم رأوا لدار العمل حرس الوطني وحتى وزارة الداخلية تخزر ياسر الجانب البروفايلينج راه تم بروفايلينج يتحط فيه راه خاصة في الوحدات هذية اللي تتعامل مع الجانب الإنساني مش اللي جي راه نجم ينقذ الأرواح البشرية راه يجب تكون عنده الإنرجي أترويستي زي ما تكون طالعة برش يجب الدون دو سوا يكون خارج من الأخر خارج معناه بالحق عباد تلقاها تخدم نهار وليل ومعنا بلاش ولا تبالي اللي شيء كان يحس خطر اللي يعرف اللي ذاك تونسي ولد قشرت ولد بلاده ماشي فهمتني ولا باش يموت. هذه هي معناها هذه خدمتنا نحن معرضين راهو بطبيعة الحال الأخطاء وراهو ما يخلط اللي ما يخدمش راهو ما يخلطش لكن نحن راهو ما نتفانوش نحن بطبيعة الحال احنا ما الإدارة ما ترحمش في الجانب هذايا وخصوصا باللعب بالأرواح البشرية خاصة أنه في البيان اللي جاي مع الافتداس هذي الفغام اللي تحدث عن سلوك عنيف للحرس وتحدث عن مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات مواجهين ثم تقول هذي يعني مش مقبول وكان عندكم أدلة هي تجيبوهم لنا هذا هو يعني بيت الحال تجيب احنا بدنا نوثقوا راهو في العمليات نتاعنا ونوثقوا راهو توا بالنسبه للمشروع الكبير برشا اللي موجود زاده في الحرس البحري اللي تم باش تولي دي كاميرا مربوطه بالعمليات المركزيه راه اللي هي توثق عمليه النجده عمليه الانقاذ عمليه التدخل كل شيء انا باش تكون فهمتني هذيك اموا على الاقل حاجه من بين الحاجات اللي تدخل في مجال المحاسبه والمتابعه خاطر نتبع في وحداتنا عباد راهي تخدم زاده كمان ما نضربهمش المورال نتاعها ونأكد لك حاجه يمكن سيد العميد يمكن تطلبوا منهم هما الأدلة نتاعهم اللي عليه هو بني والبلاغ وبني ويعني الكوميونيكي نتاعهم. والله نحن تو قاعدين تدرس الإدارة الاستعلامات في الموضوع هذايا وبعدين كل حاجة تو شي في وقتها. أما احنا أي حاجة تنجم الدين أخي ما قداش ما مرة تهبط حاجة الدين الوحدات نتاعنا والسلك نتاعنا في مختلف الأسلاك وزارة الداخلية ولا ما تدخل التفقدية العامة وزارة الداخلية ولا التفقدية الأسلاك سواء كانت في الأمن أو في الحرس. دونك معناها ثم تفاعل ثم رياكتيفيتي قاعدة تقوم بها الأسلاك في خصوص أي إخلال في المجال هذا. فما بالك نحن نلعبوا بأرواح العباد عيب الصراحة الجانب هذا سيد العميد باش نزيد معك دقيقه فقط نعرف وقت الاخبار ولكن جرجيس ما الجديد في جرجيس وقضيه جرجيس والقضايا نتاع يعني الحرقه في جرجيس والدفن ذاك اللي صار ما الجديد في القضيه أستاذ راهو نحن بالنسبة لدار عام حرس الوطني حلق من بين الحلقات الموجودة في جرجيس وفي مختلف العمليات اللي صارت كلها وكانت راهي في أعلى مستوى في أعلى هرم الدولة وكان سيد رئيس الجمهورية شدد بصرامة في البحث بالموضوع هذا. إدارة الاستعلامات بالإدارة عام الحرس الوطني وفرقة الأبحاث المركزية بالعوينة الثالثة اللي ماشية جاية على جرجيس قاعدة تبحث في مسؤولين تم جهويين وكذلك فهمتني ولا مختلف الأطراف المتداخلة وهذا البحث التحقيقي فهمتني ولا من أنظار القضاء بقدرة ربي وقت يخرج تو ينوروا به الرأي العام هذا ثم جهات مختصة هي اللي باش تحكي فيه الموضوع هذا. واضح شكرا ليك سيد العميد حسام الدين جبيبلي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.